القرآن لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل على جبل على ماذا؟ لا نقول هرم ولا نقول جبل جبل جبال شامخات جبال عاليات جبال لو أنزلنا هذا القرآن على ماذا؟ على جبل. انظر إلى كلمة جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله، لأن القرآن يجلي خشية الله في القلوب، في قلوب الجبال فتهد وفي قلوب الأبدان فتسكن وتدعو لله جل وعلا. قلوب غل، قالوا قلوب غل، بل لعنهم الله قليلا ما يؤمنون. صح لنا كلهم كانوا في الدين، كان كان وتحديك الدين يقول اسمع ذلك كان كان شا ما يقدوش فات الود لا ما عندك شي حاجه تجبدها لا ما يقدوش ليسوا في زمرتي ليسوا من حاشيتي ليسوا من اتباعي داكشي اللي كانوا يديروه كنديرو انا في ساعه كدير في ساعه لا لم تقدر لا تقدر لا بتشوف نعم لا تقدر لا بتسمع اخبار لا ابدا ابدا لا تقدر عطينا عطينا لان الذي الذي وفقهم هو القوي والذي يحميها هو اقوى منهم هم اصلا خذ مني خذ مني الذي يحميها ليس هم وانما الذي يحميها القوي الكبير الذي في السماوات وما هم الا سبب جاء الله بهم كانوا في الكفر فاسلموا فيقدموا على قدر جهلهم واستطاعتهم واتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا قالها الله مفهوم لكن القوة والغلبة الله غالب على أمره والقوة لله فمأخوذها من الله فيأخذك الله السحر لي ها؟ السحر لي القوة لمن؟ أخوة لمن؟ لله والسحر لمن؟ والسحر لي طيب جميل هذه المعادلة جميلة طيب جميل الآن الدين كنقرر لا أنت تقول القوة لله والسحر لي أسألك سؤالا الله جل وعلا وصف السحر بعظمته وقوته وحقيقته قال وجاءوا بسحر ماذا؟ عظيم السحر لك نعم يتعلمونه عظيم لك صدقت صدقت لكن سبق في علم سبق ولا يقع إلا بشيء إلا بتقدير الله عز وجل صح؟ هو لك لكن جعل الله حكم الله عليه إن الله سيطر يكي إذن به دخل ها؟ يكي إذن به دخل كيف إذن به؟ نشرح لك وشرح لك وخليه وشرح لك نشرح لك أذن الله به تقديرا كونيا ولم يأذن به تقديرا شرعيا اسمع عزيزي كل ما نرى سبق في علم الله عز وجل خلاص رفعت أقوش لكن الله تعالى ما أحبه قدره ما أحبه وما رغب فيه وما أمر به لأنه من الفواحش والمنكرات والموبقات وبين جاءت أنبياء لتحذر منه جاءت الكتب لتحذر منه فتللا ونهانا عنه قال اتقوا إياكم والسحر إياكم والظلم إياكم والشر إياكم القطيعة إياكم والإثم إياكم والتفريق بين الناس إياكم والشعوذة إياكم والدفن في القبور إياكم والصلة إياكم والتفريق بين الزوجين ألا ما أقول لكم يفرقون به هذا ليس الشيطان الشيطان في خطواتي الشيطان كذا 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 من أجل ماذا حتى لا نأتي أحدا الله لا يحبه إذا لها علو حرا وجرا من يأتي ويقربه وقال لنا كنوا في الخير مصلحين مقبلي في القيم في الصيام في القرآن طاعة الرحمن حسن الجوار وهكذا إذن ربي لا يكون شيء وقالنا أليس لك الطريق له جزاء وهذا الطريق له جزاء وتش مغيتي بغيتي طريق النار شنو مع الصحارى الطائر والكهان احنا بغينا طريق الرحمن طريق الجنان طريق الأنبياء والمرسلين بإذن الله تعالى احنا بغيناك تكون معنا مؤمن بغيناك تكون نقي أبيض تقي نقي ولي تخاف الله تخشى الله تعظم الله تجل الله لا تشرك بالله توحد الله ماذا وبين جعل الله اسبابا جعل اسبابا في الشفاء بعد الله والله هو الشافي جعل الزوج يسلك في الولد وهو الله تعالى يبدي الوهاب الذي يهب جعل الله سبب الغيث سبب وهو الذي يحيي الارض بعد موتها اذا جعل الله اسبابا اسبابا وليعز دينه ارسل الانبياء اسبابا
ويقام شرعه بين سبحانه أسبابه. إن تنصروا الله ينصركم أسباب، والله ينصر غالب على أمره ينصر من شاء، لكن إذا أردت نصرة الله خذ بأسباب، وصلين الله جل وعلا.